مساء الخير واهلا وسهلا فيكم من جديد. برحب فيكم من خلال برنامج خبرياتنا بلا حدود. في كل حلقه بتشوفوا معي ما وراء الكواليس، ورح نسترجع سوا اداء المشتركين واراء لجنه الحكم بس بطريقتي الخاصه. مثل ما بتعرفوا في كل برايم من برنامج نجوم بلا حدود، في موسمه الثاني في تحدي ومنافسه قويه، والمشتركين عن الفئات ال14 بيحاولوا يعملوا كل جهدهم ودائما يكون عندهم امل كبير انه يقدروا يقنعوا في لجنه التحكيم والجمهور بموهبتهم وافكارهم للوصول الى النجوميه. البرايم الثاني قدموا المشتركين أفضل ما عندهم، لكن دايماً في مشترك واحد لازم يكون في المركز الأول. سارة يوسف من فلسطين عن فئة فلوجرز أنقذها الجمهور بنسبة 54%، وللأسف غادرتنا رجاء من المغرب عن فئة الطبخ. يا حرام يا رجاء، بس أكيد اكتسبتي خبرة من البرنامج، ومشاركتك على تلفزيون الآن بحد ذاتها نجاح إلك. التجربة ديال البرايم الأول تجربة اللي عجبتني بزاف، كانت أول ظهور لي للعالم العربي، كانت أول مرة كنوقف قدام المسرح. ما بعرف بزعل لحظة منا حلوة أبدا، يعني ما بتمنيها لإلهم، لأنه بعد البرنامج بأوله بتمنى إنه دايما ياخذوا بالنصايح، أكيد الإكيب اللي حدهم يستمعوا لكل شيء بيقولوا لهم، بتمنى لهم توفيق أكيد بكل شيء بيعملوا بحياتهم. شكرا يا رب. رجاء يا خسارة ما لحقنا ناكل شيء من تحت إيدك. إن شاء الله إن شاء الله أكيد. وسارة يعني إن كان ضليتي أو فليتي أنت حدا موهوب، فأكيد يعني كل التوفيق. النتائج صارت جاهزة. المشتركة يلي أنقذها تصويت الجمهور من منطقة الخطر هي سارة أم رجاء؟ مين يا ترى أنقذ الجمهور؟ سارة يوسف، ألف مبروك، نشوفك الأسبوع المقبل ب 54% نسبة التصويت. مشاهدينا منروح فاصل ومنتابع سوا. مشاهدينا خلينا نروح نشوف مقاطع من فيديو سارة اللي موضوعه كان عن أبرز أحداث 2017، ونتابع سوا تعليقات لجنة التحكيم كيف كانت. عن فئة فلوج صار دور المشتركة سارة يوسف من فلسطين، ومن بين أبرز أحداث 2017 بنشوف شو اختارت. سارة كانت في الفيديو بتمثل كتير حلو، والمحتوى بالنسبة لإلي كان كتير هادف، وخاصة موضوع لعبة مريم ومخاطرها، والرسالة كانت واضحة. كيفكم؟ ليش ما حدا عم يرد علي؟ هلا عشان هاي لعبة السبينر بتطنشوني؟ طيب. ماما؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماما؟ مش هلعب اللعبة هاي تاني، مش هلعب اللعبة هاي تاني. هدول الثلاث ظواهر عملت ضجة كتير كبيرة، بس الفايدة منها؟ وحتى وهي عم بتمثل الخوف والصراخ، أنا بالنسبة لإلي عن جد كانت مقنعة. ماما؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماما؟ مش هلعب اللعبة هاي تاني، مش هلعب اللعبة هاي تاني. يا لهو يا هي هي، ده إيه ده 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 ده، يا لهو يا هي هي، ده إيه ده 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 ده، يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي، يا خراب يا لهوتي يا فضحتي. ومثل العادة بعد انتهاء عرض الفيديو رحبت فيها كارلا وقالت لها شو هالأحمر الحلو.
اهلا وسهلا فيك يا ساره، شو هالاحمر الحلو، شو هالاحمر الحلو. وردت عليها ساره وخلينا نشوف شو قالت. اهلا وسهلا فيك يا ساره، شو هالاحمر الحلو. حبيبتي حيونك حلوه، يا حيونك. شكرا لك. اما يارا حبت كثير الفكره والرساله وكان رايها كثير حلو، وخاصه انها نسبت اللعبه الى مرض التوحد. حبيت الفكره كثير، الرساله حلوه. اكيد الاشياء اللي الدارجه اللي كل الناس بتستعملها بس تعرف انها دارجه وبتكون ما لها معنى، يعني مع انه السبينر اللي بيوصفوها للولاد اللي عندهم عندهم مرض التوحد اكيد، بس انه يعني استهلاكها الكثير بيصير له ما له معنى. بس يارا ما فهمت اللعبه الثانيه اللي عرضتها ساره بالفيديو. بس اللعبه الثانيه ما فهمتها شو هي. لا مريم، لعبه مريم، لعبه مريم ما فهمتها شو هي، ما فهمتها شو هي، ما فهمتها شو هي. ساره وكارلا قرروا انهم يفسروا ليارا شو هي اللعبه. بس اللعبه الثانيه ما فهمتها شو هي. لا مريم، لعبه مريم، لعبه مريم هي لعبه رعب انتشرت كثير ب 2017 وعملت ترند كثير عالي. الحمد لله ما وصلتنا. ايه ولا انا. اما ساره ما قدرت للاسف توصل الرساله لوائل، ووائل اصلا ما عجبوش الفيديو. ما عجبنيش فكرة ان انتي رصيتي المحتوى كده رص بلوكات، انتي يورا فلوجر يعني انتي مفروض تعملي ربط ما بينهم. ولعبة مريم انا دي ما فهمتهاش ولا عمري، يعني عمري ما سمعت عنها. وبعد كده حاجة كمان، يعني نصيحة ليكي، دو نوت جادج، يعني لما انتي في الاخر بتقولي دول ايه النفع منهم، لا السبينرز هتلاقي ترولز على الفيديو بتاعك يقولك ازاي دول بتوع مرض الاوتيستيك انديفيديولز اللي هم التوحد، وحد يقول لك طب انا حره اعمل يونيكورن شعري، يعني ايه الغرض منها لو انت صفرتي شعرك؟ بس اوقات بالاشياء في الناس بتصير اوفر معهم يعني. بس هي فكره انه دي صيحه موضه، يعني اذا درجه انا بروح يلا بجيب سبينر بصير اذا درجه. لا بس الشعر مثلا انه هي بتقول انه دول صيحات، بس ايه النفع منهم؟ ما هو ايه النفع انك تعملي شعرك اصلا؟ ما دي حاجه منهم. فدو نوت بي جادجمنتال، بالذات انت في الفئه بتاعتك از فلوجر العين بتكون عليكي جدا لانه فيها اراء كتير عامه. انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح، وانت يا دنيا مش فاكراني غير بالنار والجرح. كمان راي وائل اكيد في افاده لساره لانه ربط بين المحتوى وموضوع التحدي. اما فايا اعطت رايها باللهجه السويديه بينها وبين ساره. ساره هو تينك تو دو، هو تينك تو دو، هو تينك تو دو. انا ما فهمت ولا شيء طبعا، بس ساره لسه مكمله بالسويدي. يا تينك تفكتس ات يسكل شيك كده هاي مدانتي الهيلا باردن. اوكي سوري. مين هيدا؟ فيديو جديد. انا اسمي مكتوب. لا طبعا ما تستهينوا بوائل لانه فهم. خلينا نشوف شو قال. وباردن سفاريا دم هي بومي اوكي يا فيل يورا متبستا هيلا تيدا. لو كده برافو طبعا، لو كده برافو، لو كده برافو، لو كده برافو. وفايا كمان كانت ما بتعرف شو مضمون لعبة مريم مع انها مطلعة على مواقع التواصل الاجتماعي. انا مثلهم مش تامعة بلعبة مريم يعني، ما ونحن انه انا بطلع على انه مطلع على السوشيال ميديا بس ما وصلتني هاي الترند. وصراحه حسيت انه انت الفئه تبعك كان فيك، كان في كثير ترندز هالسنه يعني، كان في بدل ثلاثه كان فيك تعملي كثير. بس هيك يعني، ومثل ما قال وائل حسيتهم كثير بلوك، ما في اي هيك لينك انسيابي بيناتهم. كان هدف ساره من الموضوع هو انه هاي اللعبه ادت كثير لضحايا بسبب انتشارها الواسع، ومن خلال الفيديو بتتساءل هل الهدف من هذه اللعبه هو للتسليه او لشيء ثاني. اخترت هذا الموضوع بالذات لانه انا لما استضفت هاي المواضيع انتشرت كثير بالعالم، ادى كثير لناس ضحايا بسبب لعبه مريم، يعني في ناس ادى الانتحار بسبب لعبه مريم. فزي هيك حبيت احكيها انه انا الرساله تركتها ما قصدي انه تكون انه هاد انا عم بستخف بالموضوع او شيء، انه لشو انتشرت؟ شو الفائده منها؟ هل غير التسليه او الملل او شيء؟ مشاهدينا، شغله المنافسه دائما مستمره بين المشتركين في حلقات نجوم بلا حدود، مع طرائف ولقطات بتحصل كثير حلوه منتابع بعد الفاصل. مشاهدينا، مثل ما منعرف برنامج نجوم بلا حدود مرتكز على الإبداع والتحدي، بس ما بيخلى من الغزل أبداً. شو هالأزرق الحلو. شكراً دخيلك أنت. يارا قالت لحدا أنه يشتغل على مخارج الحروف، بس مين كان يا ترى؟
انها تشتغل على مخارج الحروف بس. ايه اكيد. وفايا كمان بتاكد هذا الشيء. لا لازم نعرف لمين هذا الكلام. النهارده هنعمل تقرير عن 2017، ربنا يستر. ايه رايك في 2017؟ دي تعتبر معجزه يا جماعه، احنا بقى لنا اكتر من 27 سنه ما وصلناش كاس العالم، لدرجه ان احنا افتكرنا ان دي حاجه عيب. مش بس كده، احنا والسعوديه في مجموعه واحده، يعني واحده عربيه. جمهور الفريق الثاني هينزل فيه شتيمه، بس برضه مش مشكله، اخيرا لان في حاجه خلتنا مع بعض يا جماعه، خلتنا مع بعض يا جماعه. وطبعا اهم حدث حصل في 2017 ان محمد صلاح كان بيجهز نفسه انه يبقى هداف الدوري الانجليزي، ومحمود اشرف كان بيجهز نفسه انه ينافس على برنامج نجوم بلا حدود. يخرب بيت التواضع اللي انا، رغم كل العتمه اللي موجوده في 2017، بس كان في ناس بتتعب وتجتهد عشان تحقق حاجات كانت زمان شبه مستحيله. المصري بالنسبه لك معروف بايه؟ حبيب قلبي. لا انت هتجيب بوسه بقى. سهل جدا ان اي حد يطلع يتكلم على بلده بشكل حلو، ومين هيشهد للعروسه؟ بس اللي مش سهل بقى ان الشعوب الثانيه هي اللي تطلع تتكلم على بلدك. بليس في البروجرام يا باشا. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ يوم مرأة عالمي ايه وكلام فارغ؟ ايوه يا عم، لازم نروح الايفنت ندعم المراه برضو. يا ابني المراه اكبر من كده بكتير، المراه واخده حقها تالت ومتلت في المجتمع. بص انا هوضح، من اول ما بنتولد واحنا صغيرين وتتفرج على التلفزيون على افلام الكرتون، بتلاقي كوكب زمرده للفتيات على سبيستون، وما بتلاقيش كوكب للشباب. صح ولا غلط؟ يا سلام. كبرت شويه كمان وبقيت رايح فرح، طبعا ليديز فيرست، البنت اللي تخش الاول. لكن لو داخل خناقه انت عايز البنت تتخانق، انت عبيط يا ابني. انا نفسي يبقى في مساواه. لا قلت رغم ان الباميه هي سبب تغيير مستقبل شخص، بس مش هاكلها برضو. لا ابويا بيسلم عليك وبقول لك واحده واحده عليا. انت عندك جيوب انفيه؟ تعال اتنفسك صدقني مخنوق، يلك مشتاق ما تعرف الشوق. تعال اتنفسك صدقني مخنوق، يلك مشتاق ما تعرف الشوق. تعال اتنفسك صدقني مخنوق. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بشوفكم بكرة في نفس التوقيت.